ننتقل إليكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الصورة التي لن تراها حقيقة إلا في أفغانستان وتحت إمارة طالبان. لافتة في مطار كابل مكتوب عليها أهلا بكم في مطار كابل الدولي. تزين هذه اللافتة راية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا علما مؤطرا بحدود وطنية ضيقة ولا صورة لزعيم بائد أو زعيم حاضر. هذه الراية راية التوحيد سيراها القاصي والداني، سيراها المسافر والمقيم، ستراها الوفود الدولية الغربية والشرقية والعربية وغيرها، لتبقى دليلا على صمود وإباء الشعب الأفغاني الذي حارب الأمريكان تحت هذه الراية. في أفغانستان الجديدة يمكنك أن ترى دائما ما يسرك كمتابع مسلم تتوق لتطبيق شرع الله في الأرض وترجو أن يطبق شرع الله في بلدك. التجربة التي يعيشها الشعب الأفغاني بقيادة طالبان تجربة فريدة ونادرة، وبالطبع تحارب الحكومة من أجل ذلك، وتحارب الدولة، ويحارب الشعب الأفغاني. فالغرب غير المسلم لا يريد لنموذج مسلم أن يرى النور، فضلا عن أنهم لا يريدون له النجاح حتى لا يتم استنساخ تلك التجربة في أي مكان على وجه الأرض.